السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على كيفيه استخدام الماكينه اوتوماتيك. الماكينه اوتوماتيك كلهم بحال بحال، الا عرفتي تخدم وحده راه غادي تعرف تخدمهم كاملين. بقاو معايا غادي نكتشفوا هذا الشيء جميعا. اول حاجه خصنا نعرفوا في الماكن هما ان هاد الماكن هادو تيديروا كلشي الرسوم، تيدخلوا الماء، تيغسلوا، تيشفوا، تيشلوا. باش تشري الماكينه ديالك وتدخلها معك للدار، اول حاجه تتقوم بها حاجه مهمه لتغذيه البال، هي واحد 4 ديال البولونات هما فران، هما تيشدوا الطومبور هنايا تيفرانيو هاد الدينوكس، هذا الفانيو هذا الدينوكس تيفرانيو باش ما يلعبش. هذاك اش تيديروا باش الثقل ديال هاد الدينوكس هذا ما بقاش يلعب في الترونسبور من بلاد لبلاد. فاش توصل للدار خصك تحيدو باش حيت بقا تسبب لي زامورتيسور يخدمو، سورتو بالاخص حيت بغيت تنشف. فاش بغيت تنشف تضر بواحد السرعه كبيره، و الا ما كانوش هادوك لي زامورتيسور داك لي تيزازات تيهدسهم هادوك الرسولات تبقى تلعب وتبقى تمشى و تيقول شي واحد مالها وهي راه غير محيدلاش البولونات هنايا. ثاني حاجه باش تبغي تخدم الماكينه ديالك انك تختار البروغرام المناسب ديالها، والكتاب اللي تيتمشى مع الماكينه راه فيه كلشي المعلومات اللي تتعلق بهاد البرامج هادو. كل برنامج تيشرحوه لك مزيان وتيقولوا لك المده ديالو، شحال من كيلو غدير فيه، واش غتصب التبينه وحده ولا جوج، شحال غادي تسخن لك الماء، هادشي كلشي مشروح في الكتاب. ولكن باش نزيد انا نشرح شي شويه مزيان تنشوفوا البروغرام اللي تيتمشى بزاف اللي تنصحوا به الناس، هو الديليكا هذا ولا مثلا سانتيتيك. الديليكا تعطينا 30 درجه تسخن الماء 30 درجه، بغى شي واحد يدفي الماء شي شويه اكثر تيدير 40 درجه في سانتيتيك. تختار هذا السانتيتيك هذا بحال قلتي الماكينه باش تخليك الماء واحد 40 درجه وباش دوز لك واحد المده تقريبا ديال ساعه المعدنه، وبان الحوايج ما موسخينش بزاف وتدير غير تسبينه وحده. فمثلا حيت تختار هذيك سانتيتيك ولا ديليكا مثلا بانك تقول الماكينه ديري لي تسبينه وحده، فاش تبغي تقول لا ديري تسبينه وحده بلا ما دير التيد هنا ودير التيد هنا، تديرو في هاد التيد اللي فيها جوج شريطات بحال قلتي كروندو هاد البلاصه الكبيره. فاش دير هنايا الماكينه تتعرف بان التيد كاين هنايا تتمشي ليه ديريكت. وحيت تبغي دير جوج تصبينات تدير التيد، تدير التيد هنا وهنا في جوج بلايص، ولكن تتقول الماكينه ودير خصك دير جوج تصبينات، تتمشي للريكلاج تدير بري لافاج. كاين واحد بري لافاج هي هنايا تتبرك عليها، تتعرف الماكينه بان غادي تصبن بهذاك التيد الاول وغادي تخرج الماء وغادي تدخل ماء اخر وغادي تصبن بهذا التيد الثاني. فاول حاجه تنقوموا بها حيت نبغوا نستخدموا الماكينه تنشعلوا من هنا تعطيونا الضوء. ثانيا غادي نختاروا البروغرام ديالها، نختاروا البروغرام اللي بغينا هنايا مثلا كيما بغا يكون. بحال دابا الا كنتي زربان وبغيتي تصبن شي حاجه خفيفه والحوايج نقيين تدير غير 30 درجه، تدير 30 درجه وتتبرك على بلاي بوحده تدير كلشي. بغيتي تغير شي ريكلاج تتغيرهم مانيوالمون واخا اختاريتي هنايا، زياده على هاد الاختيار ديالك هنا تتقوم تغيير الاعدادات. حيت تنبغيو نخدموا هاد الماكينه هادي وتنبرونشيو لها الماء وتنحيدوا لها دوك البولونات تنشعلوها من هنا مثلا، تتشعل هكذا تيبان لنا هاد البروغرام هذا بقى يدور معاه، تيدور معاه الضو لان تيختار لك البروغرام فين وقف الضو. راك اختاريتي البروغرام بحال دابا انا اختاريتي هاد بابيس، بحال دابا انا اختاريتي هادي راك في كويت هادي، بحال دابا اختاريتي هادي راه بحال دابا اختاريتي هادي راك في سانتيتيك. دونك هاد السنتيتيك هادي فاش تديرها مثلا راه تتقول ليها سخني ليا الماء 40 درجة وديري ليا تصبينة وحدة، والمدة ديال التصبينة تقريبا تتراوح في ساعة، ساعة المكان تقريبا. دونك فاش تعطي هاد البرنامج هذا بلا ما تقيس هادو، هاد البروغرام هذا اللي تتعطيه هنا راك بحال تكلمتي مع الماكينة وقلتي ليها ها ما ديري ها ما ديري ها ما ديري. والتفاصيل ديال كل برنامج راهم في الكتاب، كلهم واضحين في الكتاب. ولكن الا بغينا حنا نغيروا شي حاجه بالاختيار ديالنا تنغيروا، تنجيو هنايا الاعدادات تنغيروا هنايا شنو كاين، بلاتي نشوفوا شنو كاين هنا مثلا. حنا دابا درنا سانتيتيك مثلا ولكن بغينا نقولوا ليه مثلا ما تسخنش الماء بزاف، تنمشيو للطومبيراتور ها هي تنردوها هنا فروه. بغينا نصبنو بالسخون ب 20 درجه ولا كل ما قسيتها تزاد 40 درجه 60 90، ولكن هنا فروه. دونك هنا هاد السانتيتيك بغيتي تصبني بالماء بارد غادي ديري لها فروه، ولكن الا بغيتي ديري ريكلاج عادي هي تتختار لك البروغرام تديرك 40 درجه. هنايا تنشاف ما خصكش توصل ديك 1100 1100 لان غادي تبقى تزعزع بزاف. الاكثريه ديال الناس تيمشيو ل 800
ولكن الماكينه حيت اختارت لك هي سانتيتيك 1000 خليها ماشي مشكل. دونك هاد الماكينه هاد البرنامج اختار لك 1000 واختار لك 40 خليهم هكذاك. من ناحيه ديال الحراره ما خصكش توصل 90 ولا غادي يطيب لك الماء. كاين شي حوايج اللي ما يقدروش يتحملوا الحراره بزاف غادي يطيب الماء. دونك بلا ما نختاروا هاد الاختيار هذا كاين اختيارات اخرين. مثلا هاد فان ديفيري تتبرك عليها تتعطيك 3 السوايع. يعني هاد الماكينه هادي ما غادير لا مارش حتى 3 السوايع. بحال دابا الا كنتي كان عندك شي غرض بغيتي تقضيه وقلتي حتى نرجعو نكمل الصابون تتبركي على هادي 3 السوايع حتى تكمل تديرها مارش راسها. ولا الا كنت غتبرصطيك ولا شي حاجه وما بغيتيهاش تبرصيك بغيتي تقولي لا قلتي حتى نخرج لبرا نمشي للسوق عاد ديرها مارش تتريكليها على التوقيت اللي بغيتي وتتريكلها وما التوقيت تتريكلهم تترجع. وحتى الى رجعتي قبل من الوقت وبغيتي ديرها مارش تقيسي غير هنا حتى تردي هذه للصفر. كاين ريكلاج اخر ديال هذا ريكلاج انتونسيف بري لافاج. فاش تتبرك على هذا بري لافاج وتتشعل لك هذيك راه خصك دير جوج تصبينات. يعني اش تقول ليها؟ تقول بحال قلتي الماكينه دير لي جوج ريوش ديال الصابون تتصب تدير تيد هنايا وتدير تيد هنايا تتصبن بهذا حتى تتسالي تتخرج الماء وتدخل الماء اخر باش دير تصبينه اخرى. هذا هو هذا الشيء باش تعني بري لافاج. بغيتي ديري غير تصبينه وحده راس واحد ديري غير هكذا صافي طفي هذه وخليها. هذا رانساج بلوس بحال قلتي تتقول لها نشفي ليا بزاف تنشفها الاولى اللي تدير عاديه ولكن بغيتيها تنشف بزاف وتخرج لك الماء بزاف تتبركي على هذا رانساج بلوس. ها هي صفة عامة هاد لي بروغرام هادو ساهلين. لي بروغرام اللي تيخدمو لنا بزاف هنايا و تنقولو للسيدات كاين هاد ديليكا تدير 30 درجة تدير لك راس واحد ديال الصابون وتدوز تقريبا ساعة المكانة لا هي ولا سانتيتيك هادي. دونك هادي هي سانتيتيك. عندك هاد البروغرام هذا ديال نص ساعة تا هو تيسربي لك التصبينة كاملة تيصبن ويفرك وينشف ويدير كلشي في 30 دقيقة تقدر تمشي ليه حتى توصل هنا. هادي تجمع لنا بعض الاوساخ ولا بعض الازرار ولا شي درهم ولا شي فلوس ولا شي حاجه مره مره خص الوحده يطلع ليها باش ينقيها. نفس القضيه هادي سامسونج حتى هي تختار البروغرام اللي بغيتي كيما بغى يكون البرنامج راه تطلع عليه في الكتاب وتيشرحوا لك شنو فيه ولا انت الاكثريه تدير بحال دابا هادي تدير الجينز هما حوايج مخلطين ديال الدراري تختار تتشعل لك هذه ديال الجينز وتتخلي هاد الريكلاج حتى هما ما تتريكلهمش تيتريكلو بوحدهم تتشعلها من هنايا وتدير بلاي هنا. بغيت دير بوز تتعاود تبرك هنايا. هاد الاختيارات هادو تتريكلهم بوحدك. الا بغيتي تزيد تدير تغييرات على البروغرام اللي عطيتيها تتبغي انت تزيد مثلا شي حاجه مثلا تتقول لها ما تنشفيش تتبرك هنا حتى تتشعل لك هذه تقول لها ما تنشفي ليش بغيت الحوايج يبقاو هكذاك مطلوقين تتبرك على هادي. بغيتي تنشفك حتى ل 1200 دوره في الدقيقه تتنشف تتبرك على هادي حتى تتشعلك هادي. مساله اخرى اللي ما طرقتلاش مع الجي هي راه كاين النت في الجي حتى هي في جميع الاماكن هو القفل. بحال دابا الا كانوا عندك الدراري تيلعبوا وانت هي درتي لها البروغرام ومشيتي خليتيها جاو الدراري تيخربقوا خفتي لا يرونوا لك البروغرام تديري القفل تتبركي على هاد جوج هادو حتى تيشعل واحد القفل حتى تيشعل هاد القفل هذا هاد الساروت هادي تتشعلها تبقي باركه حتى تسمعي واحد السونيت وتتشعل هاد وحتى تبغي تحيدو عاوتاني تبقي باركه حتى تيتحيد القفل. ما بغيتيش تبقى تسمع ليك داك السونيت تتبركي عليها غير ما تحيدي السونيت اما ترديه باش بقى تعلمك بلا بالسونيت. نفس القضيه هنا عندها جوج بغيتي دير التصبينه وحده تتبرك تعمري هادي بغيتي دير التصبينه الثانيه تديري هادي. هادو ديال سوبلين هادو مرطبات ديال الحوايج بحال الشامبوان د الحوايج ولا شي حاجه راه تديري هنايا وتتبركي تتسدي الباب كذلك تتسدو الباب راه تتسدو خص دابا هنا راه قافح ما كيلعبش ولكن حيت غنحيدو له البولونات اللورانيين غادي يبقى يلعب هذا لان ضروري خصو يلعب باش يصدي التيزازات اللي تيوقعوا الماكينه فاش تبقى تنشف لان فاش تبقى تنشف تبقى تلعب تبقى تلعب وكذا وتتحرك الا ما رداش الماء تيقول مالها وهي راه غير الفرانات هذه ولا شي ربعه الفرانات اللور خصهم يتحيدوها ما غنشوفهم دابا نيت. الفرانات اللي هضرت لكم عليهم لا في جوج مكان هما هادو تيكونوا عندنا اربعه ديال البولونات ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه هادو تيجيو من المصنع ولكن حيت نبغيو نستعملو حنا ضروري خصنا نحيدوهم غنحيدو هاد البولون حيد هاد الكاوتشو هذا حتى تتبقى لك الطوله متقوبه وتيعطيوك شي بوشونات اربعه البوشونات راه تيكونوا مع الكتاب ديال الاستعمال وتتسد هاد تتسدهم بحال هكا. حيت تدخل الماكينه للدار اول حاجه خصك تقوم بها هو تتحيد هاد البولونات هادو هادو هما اللي تيفرانيو والطومبور ما تيخليوش يمتص ليه تيزاز. دونك تنحيدو هاد البولونات هادو بحال هكا
تنحيدوا هادو كاملين بهذا الاتجاه هذا، تنحيدوا التيج وتنحيدوا البلاستيكا وتنحيدوا هذا الفران هذا، وتعطيونا هاد ثلاثه ديال البوشونات، ثلاثه ديال البوشونات تنسدوا بهم هاد تتبان لنا بحال هكذا. نفس القضيه في الماك الاخرين كلهم نفس القضيه، تتعطي البرنامج اللي بغيتي، ما جدار تعطي الاوامر للماكينه باش من الاول حتى الاخر، من تدخل الماء حتى تخرج الماء حتى تنشف حتى تطلق الباب، فاش تسالي الماكينه الصابون ديالها فاش تكمل ما خصكش انت تحاول تجهد الباب بالدرع، تيبقى المسدود تقريبا شي بعد دقيقه تقريبا، خصك تخليه حتى يتحل بوحدو، حتى تسمع واحد الطق تديرو كدا تلقاه محلول تتحلو، إذا لقيتيه كدا ومازال مسدود خليه تطقو بوحدها. نفس القضية كلهم تيتشابهو، غير كل وحدة بليتوش ديالها وستيل ديالها، وما هي طريقة وحدة. حتى لهنا تنكون ساليت هاد الفيديو هذا، وكخلاصة لهادشي كاع اللي قلنا، فاش تشري الماكينة تتحيد لها البولونات، فاش تتشعلها تختار البروغرام اللي بغيتي، البروغرام راه فيه كلشي الأوامر اللي تتستعمل الماكينة. وإلا بغيتي دير شي تغييرات اخرين تقدر تغيرهم هنا، بحال دابا الحراره او لا تنشاف او لا توقفها في شي وقت معين، هذاك الشيء راه تغيرو بيديك. الباب ما تيتحل حتى تسالي الماكينه وتطلق لك الباب، هي تتقول لك اودي راه ممكن تحل الباب، لان الا لقيتي الباب مسدود ما تحلوش هاد البلاصه هادي، بقى تقلبها. قرا الكتاب مزيان، راه كل البروغرام هنا راه مشروح بدقه من طرف الشركه في الكتاب، راه تعطيك جميع لي ديتاي وجميع التفاصيل ديال كل بروغرام. تنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، شاركوا معنا في القناه يوصلكم الجديد، تحياتي والى اللقاء.